في إطار الجهود المتواصلة لكمح ظاهرة اللعب المروري وعلى إثر رصد مقاطع فيديو من طرف خلية محققي تكنولوجيات الإعلام والاتصال للدرك الوطني بسطيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناورة خطيرة يقوم بها صاحب سيارة نوع سيات ليون زرقاء اللون تعرض حياته وحياة مستعملي الطريق إلى الخطر. مباشرة تم إصداء تعليمات إلى جميع وحدات المجموعة لمباشرة التحريات عن السيارة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية التي أفضت بإلقاء القبض على المشتبه فيه وتوقيفه لارتكابه لجنحة التعريض الغير للخطر ومخالفة المناورات الخطيرة في الطرق السيارة والسريعة المنصوص عليها في قانون العقوبات. تم تقديم ملف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.